يا هنلعب لعبة الأركان الأربعة. الصورة التي تشبه اللي في السبورة هتبحث عليها في الفصل. يلا يا ريهان ابحثي على أول صورة في الفصل. ما هي الصورة؟ أول صورة ما إيش؟ أول صورة البحر. ابحثي عن البحر أسرع. ممتاز خذيها. يلا يا السقيها تحت صاحبتها. يلا يا ريدان ابحث لي على الصورة الثانية. ايش ما ايش المطر. ابحث لي على ماء المطر. ممتازة يا ريهان. ممتازة يا ريهان. ممتاز يا ريدان. يلا السكها تحت صاحبتها. يلا الثالث من البنات. يلا يا ماريا ها ما ايش الثالث؟ النهر. النهر. يلا ابحثي لي على ماء النهر. اين ماء النهر؟ ماء النهر. النهر يا ماريا. ممتاز يا ريدان. ماء النهر. يلا الرابع من الأولاد. يلا يا كنان ما ايش آخر واحدة؟ ماء البئر. ماء البئر. يلا ابحثي على ماء البئر. بسرعة أسرع يا كنان. ممتاز جدا يا كنان. أسمعك وتصفيق للطلاب.